في موضوع آخر، أحال المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح اليوم 4 أشخاص من بينهم 3 نساء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الإتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أبحاثا ميدانية وتحريات تقنية على ضوء تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية وتحديدا الكلى بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بالعملات الأجنبية. كما مكنت الأبحاث من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كليتهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية. كما أوضحت الأبحاث ذاتها أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج، كما كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية. أما عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية فقد مكنت من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية وإيصالات لتحويلات أجنبية وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين وكميات من مخدر الشيرة، فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.